هل لنا نتخيل يوماً الجلوس على مقعد بلاستيكي مصنوع من أكياس النفايات؟ أو أن نقوم مثلاً بتركيب نظام طاقة شمسية على قاعدة بلاستيكية مصنوعة من فناجين القهوة وأكواب المياه؟ لما لا؟ هذا بالضبط ما أجاب عنه مهندس بيئي لبناني بعد أن تمكن من إثبات صلاحية أصناف متنوعة من البلاستيك كان قد أصر كثيرون أنها غير قابلة للتدوير. تمكن بالفعل من إثبات صلاحيتها للاستخدام في صناعة العديد من المواد الأخرى. نتابع من محافظة جبل لبنان تقرير إليان شاطري. إذا كانت بعض المواد البلاستيكية تصلح لإعادة التدوير، فإن هذه الأشياء التي عادة ما تذهب للطمر أو الحرق هي التي حولها المهندس البيئي والصناعي زياد أبي شاكر إلى عنوان لابتكاراته بعد سنوات من البحوث والتجارب. نعمل تدوير لجميع أنواع البلاستيك، وخصوصا البلاستيك يلي ما حدا ما عنده صناعات تدويرية كلاسيكية. البلاستيك هو جاي من البترول، يعني عنده قيمة. أنا اليوم عندي مادة، يا أما بدي روح كبها وبدها تقعد بالطبيعة 400 سنة، أو بدي أعيد تصنيعها وأعمل فيها شيء مفيد يضاين 400 سنة. فرم ففرز وخلط ثم تذويب وتطويع لإنتاج هياكل صلبة تستخدم قواعد لصناعاته المبتكرة. بديل الخشب أو الحديد هي بلاستيك، وبنرجع بناخدها وبنصير نصنعها مثل ما بنصنع بالخشب وبالحديد. هون عنا الشاسيات معمولة من البلاستيك للألواح الشمسية. هون عم نعمل سلة مهملات معمولة من البلاستيك، هيدي رح تنحط يا على الشواطئ يا بالغابات لأنه بتضاين كتير وما بتتأثر بالعوامل. هون عنا كراسي بنعمله لأولاد الصغار، ومنقل لهم هون قديش وفروا كياس نايلون متروح على المطمر. من هنا من مركز أبحاثه ومصنعه في قرية أبو ميزان في محافظة جبل لبنان، حيث يستقبل المهندس الشاب وفريق عمله أكثر من طن من النفايات البلاستيكية يوميا إلى كل المناطق اللبنانية. بدأت هذه الصناعات من البلاستيك الصلب والمعاد تدويره تنتشر. قواعد لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، أحواض الزراعة العمودية، وأغطية لمياه تصريف الأمطار والصرف الصحي. المشروع ورغم الأزمة الاقتصادية المستفحلة والموارد المتضائلة اختارت بلديات لبنانية مواصلته. هذا التحدي مجبورين نغامر فيه للآخر مهما كانت التكلفة. صلب التاني أنه في استحالة لنرجع لورا ونرجع نفوت مع بقية البلديات بالنظام اللي نحن لا نؤمن فيه. في لبنان حيث ينتشر أكثر من 1000 مكب للنفايات، وحيث تقدر بأكثر من 2,300,000,000 دولار كلفة التدهور البيئي سنويا حسب آخر الأرقام الرسمية، تبرز الحاجة أكثر فأكثر لتفعيل الفرز ومعامله ومصانع إعادة تدوير البلاستيك وإعادة تصنيعه. تجربة معالجة النفايات هذه ليست خطوة متواضعة على طريق تعزيز الاستدامة فحسب، بل أيضا قيمة اقتصادية وبيئية يحتاجها بشدة بلد يعاني من التدهور البيئي في ظل ظروف صعبة. إليان شاطري، تلفزيون دبي، جبل لبنان.